جوهرة وعليها الكلام. السلام ومرحبا بكم مشاهدي قناة الساحل تي في، وديما نوعدوكم بالحاجات الجديدة في مجال الفن والإبداع. وضيف حلقتنا اليوم استثنائي وعنده أنامل نجم نقولوا عليها كان أنامل سحرية وإبداعية متميزة. اليوم ضيف حلقتنا سي حلمي رجيبة. عسلامة سي حلمي. عسلامة ومرحبا بكم. نعرف بنفسي، نقول عبد بسيط والحمد لله. تكونت في عائلة والحمد لله لبس بها متوسطة كيف العباد، أقل من العباد وخير من العباد. دونك الحمد لله نشأ في عائلة محترمة، وتعلمنا من الدنيا وعلمتنا المدارس وعلمتنا الحياة، هذوما كل علمونا والحمد لله. وإحنا زادا خذينا قسط في تعليم أنفسنا، خاطر هي إرادة، والإرادة أما تكون عندك إرادة باش توصل لبعيد ولا ما توصلش. دونك احنا حطينا في قلوبنا ملي احنا صغار، نجم نقول البداية متاعي كانت ملي عمري 11 سنة. ديما كنت حتى كي نبدأ نقرأ نبدأ نرسم، نبدأ ديما نخطط، ديما معناتها عندي مشاغل خطير القراية. ومن بعد بديت نفيق بروحي بالطرف، بديت نهذب. أنا مؤمن اللي موهبتي إلهية قبل كل شيء، ما تعلمتهاش والحمد لله. هذبتها، طورتها، وحاولت نخدم بها بلادي. وصلنا المستوى، ديما المستوى اللي نوصلوا له ديما منش فرحانين به بالطبيعة، نحبوا نوصلوا مخير، ديما الإنسان يطمح لما أحسن. دونك حطينا أهداف قدامنا والحمد لله، فما اللي وصلنا لها فما نزلنا نخدموا لها. دونك هذا جزء بسيط من التعريف متاع كيفاش بديت الخدمة وكيفاش معناتها تكونت. والله هي تونس تبارك الله أرض طيبة وأرض تبارك الله وما شاء الله. تبقينا الأرض هذيك كانت تخدمها مش تعطيك حاجة باهية، كان ما تخدمهاش مش تهملها، مش تعطيك ما تعطيك حتى شيء، مش تخليك وانت واش تحب سادة. أنا ملي تخلقت من اللي أنا صغير كنت ماعرفش كيفاش يعبروا عليها بالعربية، كنت إيدياليست، معناتها كل حاجة نحبها بارفيت. حتى كي نخرج للخارج نلاحظ ونحب نشوف الإبداع هذاك كيفاش وصلوا له، ونحب نقرب له. احنا نقولها بكل معناتها راسي الفوق وبكل شرف، نقول احنا وصلنا لهذا، وبكل تواضع نعاودها مره اخرى، بكل تواضع وصلنا للشيء اللي عملناه بالامكانيات المتاحه لنا في تونس. فيما بالك انت كان تعطينا امكانيات خير من هذا مبرش، وتوفر لنا برشا امكانيات، وفرنا ظروف نعملوا حاجات اكثر من هذه واكبر من هذه وروعه يمكن اكثر من هذا. ماذا بينا نبدعوا، ماذا بينا نعطي حاجات خير من هكا. كما قلت لي بك يغلبوني بتاتر في الكونتيتي ما في الكاليتي، لا كي يطلب يقصد دار كبيرة، والدار كبيرة هي ربي سبحانه وتعالى. احنا ما طلبنا حتى شيء من حتى حد، كوننا روحنا وحدنا وذاك لي مويا اللي عنا بالامكانيات اللي عنا وصلنا عملنا شيء هذاك. تبقينا مش نقول لك ماهوش موجودة في تونس، خاطر توا مع الظروف اللي موجودة مع توا دخلنا فيه، هي حالة الركود شفناها من التسعينات حتى الألفين، مع بداية الألفين. من بعد جد هالثورة ونقوله ثورة ونقوله الحركة هذه السياسية اللي جت في البلاد أثرت ياسر علينا برشا برشا برشا، خاطر كنا نخدموا برشا سرتو مع الـ مع الـ مع النوزل وأصحاب الأذواق الرفيعة. أصحاب الأذواق الرفيعة مالوروزمون ولاو لهين في مشاكل أخرى، ولات أمور سياسية، ولات أمور برشا حاجات أخرى، فهمت؟ احنا ماذا بينا كان تتحللنا برشا آفاق ونجموا نصدروا للخارج، خاطر نجموا نزاحموا وروسنا الفوق، ومتأكدين نروحنا اللي نجموا نفس الجودة اللي موجودة في الخارج تلقاها موجودة عنا احنا، وإحنا متأكدين منها. إن
الإنسان هو الفنان من بيعش روحه من بيعش فنه. أنا من المعروف أنا تو كان تقول لي معناتها بور سامحني في الكلمة باقي باللغة الفرنسية معناتها لذهب بور لور دو موند أونتي معناتها لذهب العالم أجمع ما نبدلش بلادي. أنا نحب نخدم في بلادي، أعطيني فرص في بلادي، وفر لي في بلادي، نحب نخدم بلادي ونحب ننور بلادي. أما تبقينا الفن في حد ذاته أما عندك ولا ما عندكش باش تتعلم، باش تتعلم أباتجيات كيفاش يقولوها معناتها الألفابي بتاع الفن هذاك باش تعلمه لأجيال أخرى. تبقينا الإرادة تقعد مربوطة بالشخص اللي باش يتعلم، إذا كان عنده إرادة وعنده طموحات ويحب يوصل يحب يعرف هاك الحاجة ذيك يوصل لها يوصل لها. دونك يزمك الصبر والغاية متاعك هي أول واحد أول حاجة وآخر حاجة هي الإبداع. ما عندكش معناتها خلفيات اخرى، ما عندكش تبدع ومن بعد تقول معناتها الحمد لله معناتها في النهايه. انا في بعض الاحيان في الكثير من الاحيان ديما في الاخر نتفاجئ بالمنتوج نتاعي معناتها نبدا مش نخلق حاجه بعد ما نخلقها نبدا انا نتصور بها في مخي 90% نتصورها بعد ما نخلقها نتفاجئ خاطر كانت النتيجه اكثر واروع من اللي كنت نتصورها. والله كلمة الختام هي ماذا بينا كلنا سعقبل كل شيء، احنا كلنا توانسة ماذا بينا نخدم لتونس وماذا بينا تونس تعاوننا. كي نقول تونس تعاوننا مش طالبين إعانة ولا معناتها وفرنا الإمكانيات وفرنا المعارض وفرنا معناتها كيفاش النجم احنا كفنانين كيما هما عندهم فنانين في الخارج يعرفوهم ومعروفين. دونك احنا زاد نتحبوا ونتعرفوا ونحبوا نخدموا بلادنا نحبوا نعاونوا نحبوا نوريوا اللي احنا رانا ما نقولوش وما نقصوش خبره ولا ابداع ولا معناتها اتقان على الناس اللي برا. بنرجع من في الاخر نقول راهو كلمه الختام هو فن والفن ما يتباعش ويقعد ديما قيمته عالية والحمد لله ننجحوا وفما كان خير بحول الله. إذن مشاهدينا كانت هذه كلمة ختام السي حلمي رجيبة وإن شاء الله يا ربي كانت اللقاء هذه كان مثري جدا والحقيقة أعطانا يعني لمسة إبداعية وفنية في كل شيء في كل المجالات. إن شاء الله مشاهدينا استمتعتوا معنا بلقاء اليوم وإن شاء الله في لقاءات أخرى. إلى اللقاء.